في أخبار الرياضة، انطلقت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت البطولة الثانية للفقيد محسن صالح الرئيس السابق للاتحاد اليمني لكرة الطائرة بمشاركة 5 أندية من مختلف المحافظات. وفاز فريق ميناء عدن في المباراة الافتتاحية على فريق اتفاق الحوطة ب3 أشواط مقابل شوط واحد. وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.